عبادة الأصنام، كلمة تخض أوي. عبادة الأصنام إيه يا عم، أنت جاي من الجاهلية ولا إيه؟ مين ده دلوقتي اللي بيعبد أصنام؟ إحنا زي الفل، إحنا مؤمنين ومؤمنين بالرب يسوع المسيح مخلص وفادي لينا والحياة زي الفل. إيه الأوفر اللي أنت بادي بيه؟ عنوان صادم كده زي بتوع الصحافة؟ لا طبعا مفيش حاجة عندنا اسمها كده. هل الكلام ده كتابي؟ هل فعلا مفيش عندنا عبادة أصنام؟ طب إيه هي الأصنام؟ جرت العادة في العهد القديم وفي الأزمان الساحقة يعني إن كان مفهوم الأصنام وجود كيان كده زي وثن أو صنم كده، تمثال، أي حاجة مصنوعة، مصنوعات الأيدي يعني، والإنسان بيتعامل معها على إن الكيان ده هو إله وبيبخر قدامه وبيديله عطايا وبيتبحله حاجات ومش عارف إيه. عبادات شيطانية كلها شريرة وذكرت في العهد القديم. طب هو أنا ممكن أقع في نفس الخطايا في العهد الجديد؟ آه، لو حطيت حاجة مكان ربنا وبقى هو نمرة واحد في حياتي، الحاجة دي أو الشيء ده أو الشخص ده أو العلاقة دي أو الاهتمام ده، افتح القوس وحط اللي انت عايزه اللي شاغل قلبك أكتر من ربنا، يتحول لوثن، يتحول لصنم بعبده وبهتم بيه. يعني مثلا واحد متعود يقوم الصبح أول حاجة يعملها يصلي، يكلم ربنا، يبدأ اليوم معاه، ياخد سلطان من ربنا، ياخد قوة من ربنا، ياخد النعمة والغطا اللي يكفيه بقية اليوم علشان يقدر يصمد أمام إبليس ومحارباته. واحد تاني متعود أول ما يقوم الصبح يتفقد حسابه البنكي أو يتفقد حساب الفيسبوك بتاعه أو أي حساب سوشيال بتاعه مثلا، لأن حب الناس وإعجاب الناس وإثارة آراء الناس اتحولت للإله اللي بيعبده. فأنت خلي بالك، راقب، أنت ممكن تكون بتعبد الفلوس مش واخد بالك. والسيد المسيح على فكرة اتكلم عن محبة المال وقال ان هو محدش يعرف يعبد سيدين، يعني اتكلم ان في العهد الجديد ممكن انت لا إراديا تعبد المال أو تخدم سيدين، يا الله والمال، يا هتحب واحد وتكره التاني، هتلازم واحد وتتجاهل وتحتقر التاني وتأثر في حقه وتهمل في حقه. ممكن يبقى حبك ده حبك لمراتك، ممكن يبقى حبك لمراتك أو حبك لجوزك أهم من وجود الله في حياتك، خطر جدا. تعالوا نصعب الليفل شوية، الضنا، أصعب حب الضنا. يمكن أي حد يقول لا أنا شريك حياتي مش عندي قبل ربنا، ربنا في المقام الأول. لكن لما تيجي تشيل شريك حياتك وتحط ابنك أو بنتك، طفلك، ضناك، هتلاقي الوضع اختلف. وهنا نيجي الآية المخيفة، إن أحب أحد أبا أو أما، أخ أو أخت، زوج زوجة، ابن ابنة أكثر مني فلا يستحقاني. ودي آية مرعبة جدا وتبان قاسية جدا وشديدة، بس ربنا كان هدفه يلفت نظرنا لخطورة إن أنا ألتصق بأي حد غيره أكثر منه. عشان كده كان امتحان إسحاق صعب جدا، روح قدم لي ابنك وحيدك الذي تحبه. لا ينبغي أن يكون في حد في قلبنا قبل الله، بغض النظر إحنا قادرين نعمل ده ولا لأ، بس ده الصح اللي مفروض نجاهد عشان نعمله. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. برجع عن كل إله عبدته معاك، وعلن سلطانك على قلبي لوحدك، روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. برجع عن كل إله عبدته معاك،
أعلن سلطانك على قلبي الوحدك، روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق.